أولا سأشكركم على السيدة المستدعى على بسمتي وجماعة المحترمين سيد مدير حمد الصحة وكذلك معنا الليلة كنا لدينا المنطقين سيد داعي الحمد سيدة السندية سيفة المدير الحمدين ابن مقطع ناقش فتيرة ميسات أحبابكم وفتيرة ميسات يا فعاليات المستوى الرابع من مهرجان الثقافي لمدينه تفلت. حقيقه انا عندي منظف اللي كانوا اخوان يسبوني فقط بغيت ناكد على انه هذه السنه المهرجان اختار واحد الشعار اللي كيتماشى مع توجيهات صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله في خدمة الورش الاجتماعي في خدمة ورش الدولة الاجتماعية مش في دولة خدمة الورش الاجتماعي بل الدولة الاجتماعية وهذا الاختيار كان جاء عن قناعة طرف المقدمين إلى المهرجان لأنه اعتبر على هذه الثقافة كذلك عندها دور في تحسين الاوضاع الاجتماعيه ديال المواطن المغربي. فتماشيا مع توجيهات صاحب الجلاله، تماشيا مع السياسه الحكيمه ديال صاحب الجلاله، ثقافه رافعه ديال التنميه. وبها بغينا كذلك على مدينه تفلت يكون عندها واحد الصيت، يكون عندها واحد المكانه من الناحيه الثقافيه. ولكن كذلك رفعناها بهذا الورش ديال الدولة الاجتماعية باش نكونوا الموعد وكذلك كنخدموا الثقافة كل الجوانب ديالها وكل المحيط ديالها ما نبقاوش نقولوا على الثقافة فقط سهرات فنية ومسرحيات ويعني الترفيه بل الثقافه هي واحد المناسبه كتعرفها المدينه وهذا المهرجان اللي كانت تعطي واحد دفعه اقتصاديه واجتماعيه اللي كيستافد منها جميع يعني المكونات ديال المدينه ديال مدينه تفلت. فاذا انك شريك اساسي ديال هذه الجمعيه في تنظيم هذا المهرجان كاين عندنا بعد كذلك اجتماعي واقتصادي اللي كنديروه يعني في التصور ديالنا كمجلس الشبعي لمدينه تفلت. بهذه المناسبه السيده الاستاذ الاعضاء ديال مدينه تفلت اللي حاضرين معنا كنبغي نشكرهم كذلك على الحضور ديالهم ولكن على الدعم ديالهم داخل المجلس في كل ما يخص التدبير او يعني التنسيق لا يخص هذا المهرجان الثقافي ديال مدينه تفلت بحيث ما كيكون حتى واحد كيتردد انه يقدم مساعده باش يمكننا ننشروا هذه التظاهره اللي كتعرفها مدينه تفلت. وهذه التظاهره اللي اصبحت ما منحصرش فقط على مدينه تفلت هي بالنسبه لنا ديال المنطقه كلها ديال المنطقه ديال كيف ويسات ديال القبائل ديال سبور وزريان وزعير. فكنعتقد على انه هذا المهرجان خدا واحد البعد يعني ثقافي وطني خاصنا نجدوا ليه خاصنا نعطي الامكانيات خاصنا نكون دائما يعني موفرين جميع الظروف باش يمكننا نشبعوا مثل هذه التظاهرات لاننا كنعتقدوا على ان الثقافه هي ركيزه من اشعاع النادرة ديال مدينة تفلت هي كذلك واحد الرافعة اللي كتخلي على أنه مدينة تفلت اليوم كتسمع الصعيد الوطني وأنا يمكن لي نأكد لكم اليوم على أنه قبل ما نفتتحوا هذه الدورة الرابعة ديال المهرجان تلقينا مئات المكالمات ديال الناس من جميع أنحاء المملكة اللي بغاو يشاركونا في التظاهرة من فنانين من خيالة من صربات والله ما كتسمعش على اننا نفتحوا الباب الجديد اللي نختم به ونتشرفوا به وانه في الجماعي ما راضيش على انه هو الافتتاح يبرر هذا الظروف على كافه المكان
اللي ما كاينش صراحه حدث ثقافي مثل هذا اللي كنعيشو. فالحمد لله ابرام اتفاقيه شراكه مع وزاره الثقافه مؤخرا تم رصد العبادات باش ان شاء الله السنه بدا يكون عندنا مركب ثقافي في المستوى اللي يمكن يحتضن مثل هذا الشباب. فشكرا لكم، نتمنى انكم تستمتعوا معنا خلال هذه الاربع ايام او خمس ايام اللي يمتد عليها هذا الرجال بفقرات ترفيهيه ان شاء الله ينتظروا جميع الفئات ديال المجتمع ديال مدينه تفلت. نتمنى انه خلال ملاحظات ديالكم خلال يعني كل ما تقدروا تعطيونا منه نصائح حسنوا نسخه بعد نسخه حتى نوصلوا للمنتهى ان شاء الله تيكون هذا الرجل ديال مدينه تفلت في احسن حوله ويكون ان شاء الله يوصل لواحد المرتبه اللي كتشرف مدينه تفلت وتكون كتشرف منطقه سموه وتكون كتشرف كيفاش بصفه عامه. فشكرا لكم ومرحبا بكم. شكرا للسيد عبد الصمد رئيس المجلس الجامعي لمدينه تفلت والشريك الاساسي للمهرجان الثقافي تفلت.